بعد أشهر من ظهور جائحة كوفيد-19، وعلى الرغم من ازدياد أعداد الإصابات، إلا أن التعايش مع الوباء وممارسة الحياة الاعتيادية في ظل اتباع الاشتراطات الصحية بات أكثر مرونة. بعد مرور هذه الأشهر العديدة، إذا احنا جينا حق البداية كان بالنسبة لنا شيء غير واضح غير مرئي، فكانت هني الصعوبة، ما احنا عارفين أصلاً احنا عايشين لمتى. لكن سبحان الله الإنسان لما شوي يصدق يعني ياخذ له وقت يفهم الموضوع راح يلاقي أنه جدا سهل أمام هذا الكون هذا كله، أن هذا فيروس ويعني ممكن أنه خلاص ينتهي، مثل ما احنا متعودين طول عمرنا نسمع هذه الكلمة فيروس بالجسم بياخذ وقته وينتهي عنك ويروح، فعرفنا أنه مجرد احتياطات يعني حرص زيادة أن احنا نحرص عليه. الشعب الكويتي صعب ان يكون متواجد او ان يكون ان ان ان, إن تحكرينه داخل البيت بين اربع اطواف، فالزوارات والعائليه هذه لابد من عندها، يعني بامر انه يكون في تحفظ صحي في جميع الناحيات كعائلتنا. اوكي، بصراحه قاعد اشوف ان الوضع يعني رجع كانه طبيعي، ولا كانه في شيء، ولا كانه كورونا ولا شيء بصراحه، يعني الحمد لله اللهم لك الحمد. بس اكيد طبعا الواحد لازم ياخذ احتياطاته، يعني ما يبي له كلام، فحنا بصراحه يعني برا البيت طبيعي لازم ناخذ احتياطاتنا. اجواء الاستطلاع الميداني اظهر مدى وعي الناس في كيفيه الوقايه من المرض مع مزاوله الاعمال اليوميه والتاقلم مع الوضع الصحي القائم. حبه الناس بدات تفهم يعني شلون تتعايش مع الوباء والامراض، ويعني مثل ما انت شايف التزام الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي وغيرها من الشروط هذه، اعتقد الكل اليوم عارف هالشيء هذا، ف يعني الحمد لله متعايشين مع الموضوع ضمن الاشتراطات والاحترازات الصحيه، والله حافظ بالنهايه. العالم اجمع عم يتعايش مع هالموضوع، وما في يعني ما في other choice، يعني خلاص هو الموضوع بلش، وإن شاء الله لآخر السنة بإذن الله تعالى بالالتزام وبتطبيق كافة الوقاية اللازمة يعني أكيد حينتهي الموضوع. نعم، الوباء موجود والإصابة به ممكنة في أي وقت ما لم نتبع الإرشادات الصحية، لكن الخوف الكبير الذي خيم في الفترة الأولى من بدايته بدأ يقل مع الوقت. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.